يا الكلب يا الخز، اتحداك تخرج الشارع. الرجولة تجبر في اللايف، تجبر في الشارع. انا ملحد، قول انا ملحد. ما تقدش تخاف، تخاف القحبات ما كيذبحوك. تعرفش تلعبو تريشيو؟ والله كريم، ما تقدش تخرج للشارع تقول لهم انت ملحد. راه تخاف ينكوك، هذا هو البروبليم. راك فهمت؟ ما تقدش. انا دابا انت في الجزائر، دابا تقد تخرج تقول لهم انا ملحد؟ ما تقدش. تخاف، تخاف يذبحوك ينكوك، هذا هو البروبليم. هذه مليحة. وي 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 وي، هذا هو الواقع، الواقع المر ديالكم. عايشين في الأوهام ومعقدين. واه الملحدين معقدين ورا القحط، ما عايشينش الحياة. والله ما عايشين الحياة، حنا عايشين الحياة، فهمتيني؟ عايشين الحياة السعيدة. تتعذبوا نتوما يا ولاد القحط في الحياة ديالكم. معقدين معقدين يا القلاوي. واش حيوي، واش حاويكم شي واحد في صغركم؟ واش نايكم شي واحد في صغركم؟ من قناويكم، الله يعلقكم من قناويكم اولاد القحاب. الله يعطي القحبات منكم الكساح، جميع الامراض الجنسيه تجي للقحبات منكم. الله يعطي الزام لبوكم السيده اولاد القحاب. يا معقدين يا الحماق، انتم حماق. الله يزوا من اولاد القحاب. الله يرحمك يا القلاوي. انا ايوا الالحاد، اسمعوا لنا السوارخ، يلا جيو حاربونا، جيبوا كلاشنيكوف، اجيو قتلونا، قاديونا 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 وتهناو. والله الا قال لك سميت لهم الملحدين عندهم واحد المعنى اخرى. لا ادري علاش ما تدريش اول القحبه، شك في راسك. لا ادري هو راه ما عارفش شنو ولد القحبه، تيقول لك لا ادري. لا لا دري، ما تقولش لا ادري. خايف ولد القحبه، انت عارف تقدر تكون وتقدر ما تكون. دابا انتوما انت حمار، سير ولد القحبه. شتو كي داولي يضحكوا بيان تكالما، نحيتهم شويه صافا. مليحة لا سيونس الأولى هايلة نورمال. أنا تنين دوك اسمع سكاي وتنين ذاك واحد ولا هنايا شوف طيح خس هز وخبط غض فهمت خبش اجبد كل العبارات اللي عندك فهمت. جيب سربيتا، طار سربيتا وسربي فوطة حطها قدامك وبدا سب 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 عيط خبش جبد شعرك. يا الكفار يا اللي عندكم عقد يا اللي ناكلكم في صغركم، المهم ابدع من جيب ما جادت به القريحة فهمت. كل واحد والتجربة تاعو في الحياة والباجاج الكتيرة اللي عنده. انت خرج واش عندك فهمت، وروح تولنا، روح تولنا وخرج واش حط بالماشينة لافي ولا فهمت باش تغسل تتنطوايا عاود نشرها في السمش. ومن بعد روح تولى نهضرو بلا سبان، والله بلا سبان خويا العزيز. لازمك نكمل من السبان، ناس تسبني ولا نسبك. حنا بخويا ما خديتوناش نخدمو صراح. انا واحد من الناس الاسلام مثلا وقف لي في حياتي، خذاني ما خلانيش نكمل. كراني ممكن درت حاجه تيوا، وكاين امثالي بزاف كاين ما افضل مني. اوليو باش باغ اكزومبل حنايا دوكا الشباب تاعنا ولا كي يتخرج ويكون عنده ادى العلم الصحيح من صغره، ما قراوش الخرافه، كي يكبر ينفونتي وكي يتعلموا باغ اكزومبل يتعلم الفن ويتعلم الرسم والنحت ويتعلم الفنون فهمت، وتاريخ العلوم والحقائق، يعرف الاشياء الحقيقه. انا نظن باللي يجي وقت يجي يعود يبدع، يعود يخدم، يعود يخترع فهمت. نحن خويا احنا قرينا بلي بار اكزومبل وما تشاءون الا ان يشاء الله فهمت، معناتها انت مخير غير مسير، ولا انت مسير غير مخير. المهم تقعد فيها لك الشيء الدور وماكش على بالك
وين راك رايح؟ انت قالولك انت صاي سي بون، ريح ريح عقل يا مسلم، ريح عقل، انت راك من القاطع، فهمت؟ وان الله وان الذئب لياكل من الشاة العصا، فهمت؟ عليكم بالجماعة، فان الذئب لا ياكل الا من الشاة العصا. صح، بارك الله فيك. يسكاي احنا كمسلمين، احنا كمسلمين ثقافيا برك مازالوا الالفاظ الاسلاميه، مازلنا نعيشوا هذيك الحاله المرضيه تاع التدين، والله انا عايشينها. المجتمع كل ما يزيد التدين تاعو ينقص الانتاج تاعو، ويزيدوا المشاكل الاجتماعيه، المشاكل الامراض، اللي الناس باش تقرا الطب وتفتح مستشفيات، نو حنا نخرجوا ورقات ودعاة ونبنيو مساجد، فهمت؟ وعندنا اوكار كيما هكذا يديروا فيهم الرقيه ويديروا فيهم الحجامه وبول البعير والحبه السوداء، فهمت؟ والناس تمرض، والناس تمرض تمرض به. انا جامي لقيت ان سيانتيفيك مريض عنده راكبو جني ولا جنيه مزوجه بيض، تلقاها غير في الارياف والناس اللي النساء والناس اللي يامنوا بالخرافه، فهمت؟ هو اللي تلقاهم متدينين، ما واحد يقرا سيونس ما يامنش بالحوايج هذو. ما نقول كيما نقولوا حنا كي يقرا نص كيما ما يامنش بواحد الحاجه يقولوا لها والجبال ارساها مثلا، فهمت؟ ولا الجبال رواسية ان تميد بكم، فهمت؟ يروح يقرا الجيولوجيا يشوف باللي الاحزمه الجبليه كيف تكونات، ولا الجبال باغ اكزومبل البركانيه، الجبال نتاع انحصار المياه، فهمت؟ يقرا يدخل في العلوم تاع الجيولوجيا ويعرف الجبال، ما يحبسش كيما حبس المسلم انه وضح القى الجبال، شغل هكذا كيما نقولوا حنا تواقف كيما ديك جوب فلاش، وهز الجبل بيدو هكذا ويرمي بها في الارض هكذا، وكي كانت تتحرك هو يرمي هكذا دي بيكي، فهمت؟ رواسي دي بيكي هكذا باش تتحرك تحكم الارض روحها، فهمت؟ شفت كيما باغ اكزومبل في الطريق تاع الجبل، الطرق تاع الجبل هذوك هكذا باش الارض ما تزلقش، واش يوليو يديروا؟ شغل يديروا دي تكنيك هكذا يبنوا يديروها بالبيطون هكذا، يديروا سناتر في الارض، فهمت؟ ويديروا يكوليوها مليح توديو الطريق هذيك ما تزيدش تتحرك، فهمت؟ هكذا بانت للمسلم وقالها في القران، فهمت؟ المهم هاو سكاي دير ريز هاند سكاي واطلع خويا احكي، مازال ما كملتش مع تطيح الهضره والسباب ولا صاي. المهم هنا راك عندك حريه، تفضل تفضل خويا، تفضل تفضل خويا تفضل. اشور تكون ملحد ولا ما تكونش ملحد، انا اش دخلت انا لهاد الغرفه؟ انا شفت الرايه من الامازيغ، وانا بانني امازيغي فهمتيني، ما بغيش الرايه من الامازيغ تكون، فهمتيني؟ دير الالحاد، دير غرفة للملحدين، ولكن ما تشوهش سمعة الأمازيغ، فهمتيني؟ أنت ملحد دبر راسك، ملحد دبر راسك. صلعومي أنت أوي دنقو، أوي دنقو، أوي دبازا، أوي دقحبة، قال لك حيدوا الراية ديال الأمازيغ، حيدوها وديروا، أنتم أحماقتوا أنتم، الله تسطيتوا. استاذ دير الريزاب دا كريم، دير الريزاب هاكو هاكو هاكو، الله يعفو عليكم، الله يعفو عليكم. قال لك طلب الحاجة لاش وامسلم ما تبغي ليش مضرة، فهمتيني؟ طلب ليه المغفرة، فهمتيني؟ احنا طلبنا لكم المغفرة، الله يهدي، الله يهديكم، الله يهديكم الحماق. هاكو ها ما يكفري، حيدوا لك الراية ديال الامازيغ، والله لا حشومة حشومة، ما يكفري. شكرا اخ سكاي، شكرا، نحترم رايك، وانت تشوف اللي الراية تاع الامازيغ ما لازمش يعني تكون في غرفه فيها ملحدين ولا يكفروا بالله ورسوله، هكذا تشوف انت يا اخي. يا خويا واش راح نقول لك، هذا رايك، مي كيما نقولوا حنا ما تقدرش، هذا ماهوش كيما نقولوا حنا قانون، ما تقدرش تفرض على اي واحد انه يرفع راية تاع اسرائيل ولا يرفع راية تاع برشلونه ولا يرفع راية تاع ريال مدريد، يرفع راية تاع الاسلام، ما دخلنيش. واحد يرفع راية تاع داعش، واحد يرفع راية تاع باغ اكزومبل تاع سميهم لي هذوك لي زوموسيكسيال، فهم؟ لا ما دخلنيش فيه، ما فيها والو. واحد امازيغي عايش في بلاد الامازيغ يرفع راية الامازيغ،
سواء ملحد ولا يكون شيعي ولا مسيحي ولا يهودي، مهم هو الأمازيغية، مش معناتها الإسلام. نو، الأمازيغية هي هوية، مش عرق ولا نسب ولا جنس، نو، هي هوية، سي اون كولتور، فهمت؟ ان باتريمون كولتورال، ثقافة منطقة جغرافية تاع واحد الناس كانوا عايشين مع بعضهم. بكل انواع الناس، كانوا المسيحيين، كانوا المسلمين، جاوا المسلمين الشيعة المضطهدين، جاوا هربوا هنا، فهمت؟ وكانت شمال افريقيا في الاول شيعية. هل مثلا يا سكاي دوكا يجيو الشيعة بار اكزومبل يقولوا شمال افريقيا في الاول كان شيعي؟ من حقهم كيعودوا يهضروا على الاسلام، ما كذبوش في هذه. خرج خرج جيسبر يرجع، انا حب يرجع او تكلم شتو. مسكين والله خونا، صلاة عليك هبلتو تايا، هبلتو تقول له تسبني سب الرسول تاعك، هذا ما يبغيش. خليه من جواك بغيه شوية برك، فاهم خونا ما هو فاهم والو امازيغي، قال لك ما تحطوش الراية تاع الامازيغ وتسبوا الرسول. واش دخل رب الرسول وكان يكره الرسول، كان يكره رب البربر يحذر منهم، يقول له البربر ما تهمنهمش البرد اسمع اسمع شنو نجيب لكم الحديث اسمع يا ما عندي هنا يا ما عدينا استنى تشوف كاين كاين ما شاء الله. صلى الله صلوا على محمد وآل محمد. مرة البربر شوف سلمان الفارسي بربري والله هما الجن هما ما على باليش واش هما. جلس شوفوا شوفوا جلس الى النبي رجل فقال له رسول الله من اين انت؟ قال بربري. فقال له الرسول قم عني. قال له نوض علي يعطي ايماجيني ها ابو هريره. قال له قم عني. قال بمرفقه دزوا مرفقه المرفق تاعو حتى طبع وقت دمر وقت قلت قم عني ما مشي مشي عليا. فلما قام عنه اقبل علينا رسول الله فقال ان الايمان لا يجاوز حناجرهم. خلاص يعني ما شاء الله ما شاء الله هذيك النظرة للناس الامازيغ، فهمت؟ بقى لك البر بر يعني اللي يقولهم على البر بر بر البر بر كفاري الحمد لله باعتراف رسول الله، فهمت؟ قال لك ايمانهم لا يجاور حناجرهم، خلاص خطيوا ربنا احنا كفار بشهادة رسولكم الكريم، فهمت؟ اخطيوا ربنا احنا ايماننا لا يجاور حناجرهم، خلاص انتم الحمد لله مؤمنين، روحوا من كان الايمان ودوروا على روحوا تولوا المعبد تاعكم هذاك تاع الصحراء، عيشوا تما وديروا الطقوس تاعكم وربى الفي، خويا حبيتوا تعيشوا معنا ريحوا ترانكيل. احنا كفار لازم تكونوا ثاني كفار كيما احنا، لا يجاوز ايمانكم احنا ما ماشي غير لا يجاوز برك ما نسحقوش كامل الايمان تاعكم، عندنا ايماننا احنا وعندنا اماراتنا اللي نامنوا بها على حساب المناخ اللي عندنا والتاريخ اللي عندنا نديروا ايماننا الاشياء اللي نامنوا بها، فهمت؟ الا بربانيه فلي ردها هي. واخذ عثمان بن عفان الجزيه من البربر. إننا نكون بالشوف كيفها ما من الماكلة تاعهم ما ياكلوهاش. رأيت علي بن وعلى هذا في مسلمة السبائي فرون شاف على ظهره فرون فمسسته فقال ما لك تمسه؟ قال سألت عبد الله بن عباس قلت إننا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتون بالسقاء يجعلون فيه الودكة. فقال ابن عباس قد سألنا رسول الله عن ذلك فقال دباغه ظهوره يعني الجلد الديوه الماكلة ما اللحم تاعهم ما تاكلوش، فهمت؟ معناتها دوك الامازيغ ما تاكلوش اللحم تاعهم الذبايح ما تاكلوش معاهم دين الرب ما لا تؤكلون لا تاكلوا من لحمنا ولا ناكلوا من لحمكم اخطئوا ربنا. شوف هذه قسم الله الخبث على 70 جزءا فجعل في البربر 99 جزءا البربر وحدهم 99 جزء وللثقلين جزء واحد يعني الثقلين هذا شكون الانس والجن كما ترامب باريكزومبل
هذاك داخل في هو وشمهاروش وعيرود هذو الجن هذو الملوك الجن هذو فيهم شويه بردون الماتري هذوك نرجع